هنشتغل ليل ونهار، هنتجوز امتى؟ دلوقتي نجيب المأذون. يا ريت يا بخيت. وقف، رجعلي شوية. عايز اجيب منك دستك عيال كتير يا بخيت، مقدرش عليهم. امال عايز اجيبي كام؟ يعني 1 2 عشان نربيهم كويس. ربيهم كويس، دخلهم احسن كليات. البوليس كلية حلوة، ممكن ندخله كلية البوليس. الشرطة؟ ما هي اسمها الشرطة دلوقتي. البوليس يا بخيت. ده البوليس. احنا مش كنا دخلناهم اقتصاد وعلوم سياسية كان احسن؟ لازم تنقيلي فيها. مساء الخير. قوم يا اخويا، قوم. انا احتل يا خطيبتي يا باشا، مش واحدة من الشارع. ولو كانت مراتك، ده فعل فاضح في الطريق العام. فعل فاضح؟ دي وش فعل فاضح؟ بص لها سيادتك، دي ست مدرسة محترمة وبتشتغل بعد الظهر في شركة مقاولات، وأنا كمان عندي محل أدوات كهربائية وبشتغل بعد الظهر في شركة الصلب، يعني إحنا محترمين مع قصية. ظبطوكم في وضع غير بريء ولا لأ؟ غير بريء؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. يا فندم ده كان مغمى عليها وأنا كنت بثوقها، صح؟ في الحقيقة أنا ما كنتش حاسة بحاجة، أنا كنت مسخسخة. كنت ايه؟ مسخسخه. ايوه فنان، كانت مسخسخه. ليه يا شيخ مسخسخه؟ شو بقى، بصراحه سعادتك احنا شبان زي بعض. هي اصلها كانت زعلانه مني وانا كنت بصالحها كده بوستين. يعني بوستين؟ دول قعدوا يراقبوكوا ساعه الا ربع. ساعه الا ربع واحنا قعدنا كل ده؟ انا ما كنتش حاسه بحاجه، انا كنت مسخسخه. كانت مسخسخه. عارف يعني ايه ساعه الا ربع يا استاذ؟ ومش عيب برضه حضرتك يتفرجوا علينا ساعة الا ربع. أنا لو كنت في أوروبا أنا كنت رفعت قضية على البوليس وكنت حبستهم. لا، خلي الحبس ده بقى علينا إحنا المرة دي. أبوس إيدك يا سعادة البيه، بلاش الحبس، أعمل أي حاجة إلا الحبس. أنا بنت ناس. أيوة فندم، وأنا كمان بنت ناس. ابن ناس. خلاص، هفرج عنكم بكفالة لحين نظر القضية. وإحنا لو كان معانا فلوس كنا هنقعد على البحر برضه فندم. يفرج عنهم بضمان محل إقامتهم. اتكلوا على الله. روح يا شيخ، ربنا يخليك. ربنا ما يوقعك في دقيقة أبدا يا سعادة البيه. أنت رجل والرجال قليل. إحنا لازم نتجوز. الشبكة والمهر عليكم، والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملبس والشربات. الله، ده إيه يا ولية؟ ده تعزيز بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى، قر يا اختي. طب ما بنتك موظفه وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسه. قولوا بقى انكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفايه ابنها هيلمها بعد ما دارت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسره؟ مش لما الاقي شقه الاول. والشقه لازمتها ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه هو انا حاسس؟ فين البيره بخيت؟ ايوه بيره هنا، 5 بيره. لم لسانك يا عزيزه. يا اختي لموا بنتكم الاول. خلاص بقى مدى عزيزه. اسكتي بقى يا مرات ابويا. يعني انت ارضيك الوليه دي تطول لسانها عليا؟ معلش استحملي عشان خاطر انا. نعم تستحملي. ده ايه يا عمر؟ عمر زي بعض، ده هتردعلي. مالناش دعوه احنا يا بخيت. ايه يا اختي ايه؟ مش عايزاه يدافع عن امه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا بلاش كده. ايه؟ بلاش شغل الحموات ده معايا، بلاش. نعم، انت سكت لها بخيت؟ اضربها
ازاي تعملوه بره؟ طلبكوا عندي يا بهوات، كل حاجه عندي. خلي بالك من المحل هلا. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا اتفضلوا يا مدام، دي عربيتي والله. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، اركبوا اتفضلوا اركبوا. بس المهم الشمس والهواء. ودي ايجارها قد ايه؟ ده عشان خاطركم انتوا بقى، ايجارها 250 جنيه في الشهر غير الخلو. 250 جنيه غير الخلو؟ ايوه. انا بقول بقى ناجل حكايه الشمس والهواء دي لبعدين، ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. هو مضروم بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي هيشفع فيك، وانت تقدر على ثمن التربه؟ اي سلامتك من قولت اي يا حبيبتي. انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي خافي ازاي وانا جنبيكي؟ هي مش هتسيبني ابدا. سيبك عمري ما هسيبك. انا انتوا بتحببوا ايه؟ فين الكنيف؟ فين ال 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 الاوضه فين؟ شوف بقى الحكايه بسيطه قوي، هما بتوع المجاري هيجوا ينزهوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. ايه رايكم بقى؟ عجبتكم الشقه؟ ايه في ايه؟ هي ما عجبتكمش ولا ايه؟ انا بقول بقى نهجل حكايه الجواز دي كلها لغايه الظروف ما تتعدى. لو هنستنى لغاية ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز أبدا. سيرة طفرة. موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا رجل المبادئ. صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. رجل المبادئ. ما وراهمش غير النكد. العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه العيب فينا احنا، احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا ابروات ان 18 الشهر الجاي اجازه. اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه اللي يخلي الناس تتصارع على طولها مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيان، مركز قباها وقيمه وسيمه، ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله. استاذ عجيله، اعلان المحكمه ده جالك.
عندي جلسة آداب الأسبوع الجاي. أنا مضطرة أخطر مدير المنطقة التعليمية، واعتبر لنفسك موقوفة عن العمل لحد ما تخلص الحكاية دي. بقول لك ايه يا عم مقصود، تعالى بيومي، انا عايز اكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعيه مع بعض؟ بس انا بصراحه داخل على جواز ومفيهاش حاجه الا من نساعد بعض. الف مبروك يا بخيت. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم يا رب. ماشي ماشي. تخش معايا جمعيه خميس؟ جمعيه بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك ايه؟ اصحيح، ما انت شلح. ايه الشلح دي؟ يعني اشفور. بقولك ايه، ما احبش الترسين، مالها المخازن؟ فيها حاجه؟ فيها وفيها وفيها اخر حلبسه. حلبسه؟ اه، نه وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتقارير استلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. حتى لما كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني، وانا فرحان قوي عشان بزوغ وباخد اوفر تايم. هش، وطي صوتك. وطي صوتك ليه؟ وانا اللي بسرق؟ انا كده طمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش برافق حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. اوعى تكون في حاجه. لا رفيق. يعيش ناس بيه غصير عمال، 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 يعيش ناس بيه غصير عمال. اصدقائي وزملائي العمال، اوعدكم لما انجح واخش المجلس، وده بفضل الله وبفضل ثقتكم فيا، أوعدكم أن أجعل من هذا المصنع صرحاً وفخراً للصناعة الوطنية، وأوعدكم أن ألبي كل طلباتكم ومتطلباتكم العمالية، والله ولي التوفيق. شكراً. فرصة وهو داخل انتخابات، تقدر تكلمه؟ وكلم أبوه كمان. في المستندات؟ كلام خطير جدا. انا مش قادر اصدق ان الحاجات دي ممكن تحصل في الشركه عندي. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا رسمي بيه متاكد، والمستندات هي اللي تثبت كلامي. وعلى العموم سيادتك ممكن برضه تعمل جد وتحقيق وتتاكد بنفسك. على اي حال انا متشكر جدا انك انت جبت لي المعلومات دي. انت مثال العامل الشريف النزيه، تستحق مكافاه كبيره جدا. يا باشا انا عملت الواجب مش اكتر. طيب. انما لو سيادتك مصمم، انا اصلي مقدم على سلفيه عشان داخل على جواز. اوي اوي، اكتب الطلب وانا هوافق لك عليه فورا. مش بس كده، ده انا هرقيك كمان، هنقلك الورش عشان ابعدك عن الجو الفاسد بتاع المخازن ده. يا باشا اللي بتعمله ده كتير، انا يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. شكرا. اوي اوي اوي، انت قلت لي اسمك ايه؟ بخيت يا فندم. بخيت حنيدق الميطل. بخيت حميدق حنيدق يا فندم. حنيدق هي بتتكتب قاف انما تقال الف. بخيت حنيدق المهيطل. حنيدق. طيب على نوم تقدر تمشي انت دلوقتي، وبعدين ارجوك اما توصل لاي معلومات تيجي بلغاني فورا. تمام. وبعدين في حاجه مهمه لازم تعرفها، انا باب مكتبي مفتوح لك في اي وقت. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه، طول ما امثالك موجودين. ربنا يخليك، ربنا يحفظك لمصر، ربنا يكتر من امثالك، ربنا نجحك في الانتخابات. عارف حضرتك؟ روح يا شيخ، روح روح. مرزوق، وصل لي المخازن فورا. سبع ولا ضبح؟ سبع طبعا. رسمي بيه ده راجل هايل، راجل عظيم. تخيل، وافق لي على السلفه وهيرقيني كمان. والحلبسه اللي في المخازن هيعمل فيها ايه؟ ماليش. مش بقولك انك شلح. استنى هنا اخيرا، انت رايح فين؟ الباشا قال لي بابه مفتوح لي في اي وقت، فابعد انت عشان ما تتاذيش. ها؟ استنى هنا خينا. الله، المعلومات دي لو كانت وصلت لمجلس الاداره كنا روحنا كلنا في داهيه. مين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟
انت ازاي تدخل البني ادم ده عليا من غير استئذان؟ اه سعاده الباشا، استنى كنت عايز اعرف هتعمل ايه سيادتك في موضوع المخازن. طيب هكلمك بعدين. نعم، انت مش بنقلت الورش، عايز ايه تاني؟ انا كنت بسال بس، يعني مش انت ما تسالش، ده مش شغلك. انت تنزل من هنا على الورش على طول. موضوع المخازن ده مالكش دعوه بيه خالص. ازاي بس يا باشا، ده مال عام. وانت مال اهلك؟ الله، اما انت راجل قليل الادب صحيح، امال مال اهلك انت؟ ازاي ولد انت تكلمني بالطريقه دي قصاد الوقاحه بتاعتك دي؟ مفيش سلفه. وانا مش طالب سلفه، انا طالب تحقيق بقى بصراحه. كده عظيم مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيده ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا يسقطك في الانتخابات. امشي بره، ربنا يخلص مصر من امثالك. والحق مش عليك، عارف ما انت حرامي. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي، اشارك حراميه. انبسطتي بجد؟ مبروك على البحر على طول. سلميلي على بابي ومامي. اوكي. واختك سناء، ها؟ تليفونات. برافو، انا مبسوط من شغلي قوي يا انسه حديده. جلال، ابقى احطها معاكم في قوائم الانتخابات. تحت امرك يا سهير. تعملي ايه؟ حبيبي ايه؟ انا مش مبسوط من شغلك خالص يا سهير. يا فندم. بس مش كلام فارغ، تعالي ورايا. تعالى عوض، تعالى. عصبي قوي وذو الحنين. اصل شغله كتير. ده غير انه نازل في برنامج الشعب. ربنا يكون في عونه، باين عليه انسان محترم قوي. نائب محترم ومحترم قوي قوي قوي. واللي يخلص له ياخد منه عليه. سالي معقول استاذ حبيبي، احنا ناس على قدنا وما حلتناش حاجه. ما تضايقيش نفسك، انت لو اتفرغتي للشركه وركزتي معايا مرتبك هيزيد وتقدري تجيبي شقه بالتقسيط. ايه ده؟ انت متاكده ان ما عندكيش مشاكل تاني؟ اتكلمي يا حبيبتي، انا زي اخوكي. طب بس خلاص، كفايه شغل كده النهارده. لم حاجتك وتعالى اوصلك معايا في السكه، وبالمره تحكي لي يمكن اقدر اساعدك. باين عليكي كلك مشاكل. قضية أداب؟ لا حول الله يا رب. وشرفك يا سعادة البيه، أنا مصدومة ما عملتش حاجة. أنا كنت قاعدة أنا وبخيت على البحر وفجأة. هتقولي لي بس ولا يهمك، ولا تحملي هم، بكرة الصبح أبعت لك المحامي بتاعي يحضر معاك الجلسة. ربنا يخليك يا سعادة البيه، مش عارفة أشكرك إزاي. بس مش كان فارغ، عيب. أنا كده أحب أسند الناس اللي معايا، بعتبر كل الموظفين اللي عندي زي عيلتي بالظبط. إيه؟ في إيه مسلحي بيه؟ إزاي دي كانت فايتة عن بالي؟ هي إيه؟ أنت بنت حلال يا عديلة. عندي شقة هنا كنت مديها لواحد صاحبي اتجوز فيها وسافر. كنت ناسيها خالص، خديها. أهو دي بقى تقدري تدفعي تمنها براحتك. تحبي تشوفيها؟ دلوقتي، بس الوقت متأخر. ما تخليها لبكرة يا مسلحي بيه. مفيش حاجة بتستنى، حلاوتها في حموتها. مفيش احسن من كده. جميله قوي، بس دي كبيره قوي علينا يا ستي. بكره تخلفوا الاولاد يملوها،
انا كده احب الناس بتوعي يتمتعوا. بس دي تلاقيها عايزه فلوس كتير قوي قوي. لا ما تحمليش هم الفلوس، ما تغلاش عليك. جبانه غيرت عن بكره. ميرسي يا مس الهديه. اعملك عدا بكره؟ لا استاذن بخيت الاول. بتحبيه؟ طبعا. يا بخته بيكي، ربنا يخليكوا لبعض. متشكره قوي يا مسلحي بيه. تعالي افرجك على بيت شقيكم. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ياه دي تلاقيها اكتر من 5000 جنيه بكتير. عجبتك؟ حلوه حلوه قوي قوي. ده انت الحلوه يا ماما. حلوه قوي ورقيقه قوي. مسلحي بيه؟ ايه مالك بتعمل كده ليه؟ ما تلم نفسك كده شويه. الله ايه طب اهو انت مش بتحبي خطيبك؟ اه طبعا بحبه قوي قوي. مالك؟ طب مخصلها ليه؟ عايز نعمل ايه يعني؟ يا ماما مش المفروض تساعد الراجل يبقى عنده شقه حلوه زي دي؟ اساعده ازاي؟ انت اتجننت؟ انا اللي اتجننت؟ هو في راجل الايام دي يعرف يصرف على بيته؟ لازم له راجل تاني يساعده. يا خيبتك يا خيبتك يا عتيله يا خيبتك. ده انت بقى مش عايز لك سكرتيره يا اخويا، ده انت عايز حاجه ثانيه. اه طبعا فهمتيها بقى. لا عايز حاجه ثانيه. لا مش كده. يا نهارك اسود، تعال تعال افتح لي الباب بسرعة بدل ما تصوت تقول المعارك وامك لا اله الا الله. يا لهوتي ايه اللي عملتيه ده يا بت؟ بتشرطيني؟ اقول لهم في البيت ايه؟ تطعيم؟ عايزة تصوتي؟ صوتي. شوف يا سكاكية، اولا انت هنا ببيتي، ثانيا جايه معايا برجليك يعني بكيفك وبمزاجك، وفوق ده وده بقى عندك قضيه ادب يا سكاكيه ما حدش هيصدقك. صوتي صوتي يا حبيبتي. ايه قطعك؟ لا عارفه ان انا زباله. هبهدلك. بحب البهدله. اهو اهو يا ابن الكلب. يا ابن الكلب. ارجعي شويه يا هدوء يا جدع. يا بتاعت البحر يا رب يا المحاتم يا امه. يلا يا ابن الكلب. بحب الورد برضه. اديني بوسه ما سبتنيش. اتفو عليك وعلى شكلك. اتفو عليك وعلى عيني يا انا. اهدي بقى عشان ورانا مشاوير. اسكت بقى تعبتني تعب. يا بنت المتضايقه تاني ده شعرك؟ شعري بيعمل خضة. يا امي ما هسيبك لو جابوا لك ده. انا هعمل لك صينيه بطاطس واعزم عليك اصحابي. يلا بقى شد شعر شرشحين كل ودي. يلا تموتي مالك؟ انا الحق علي، الحق علي، مش عايزك تتعدي مني. تعدي تعيانه؟ عندك اسمه ايه ده؟ بوستيني ليه؟ ممكن تديني اسبوع واحد اتعالج واجي لك بنفسي. هو ده بيتعالج يا ماما؟ قالوا لي اني اخف. ربنا يسهل طريقك. الباب عند الجزمه والشنطه، الشنطه على الباب، مفتاح الشفونيره. يلا. انت زعلان مني؟ كفايه مرمطه يا ماما. مبسوط. ربنا يوفقك. يلا يلا يا ماما ما تجيش بكره. متشكره. لا ما تجيش خالص يا اجازه بره. يلا يا ماما تصبح على خير. هيجي منين الخير؟ بخير يا ليلى يا مهندس. عديله على زنوب يا فندم. ايوه امال فين شركتك؟ زمانك يا فندم. اصل هي دايما كده تحب تتاخر، ما انت عارف بقى الستات ودلعها بقى. هجيب اي محامي من بره. انا عديله جت اهي. عديله اهي. يا عديله اتاخرت ليه؟ مواصلات. ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديله؟ انا اتبهدلت اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس 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 ما تعطيش ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك، عمري ما هسيبك. بتحبني بجد؟
الا مالك. ده انا بموت فيك يا عدل. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ يا استاذ. ايه مش مكفيكم البحر والرمله جايين تكملوا هنا؟ سياده القاضي، نحن ابرياء من هذه التهمه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إن هذه الفتاة خطيبتي. أيوة بس أنا مش شايف دبل في إيديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب البراءة ولا شيء غير براءة. انظروا معي وحكموا ضمائركم إلى هذه الفتاة. انظروا معي إلى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي أن يرتكب مثل هذه الفعلة النكراء؟ انظروا. ملك صندوق، شوف يا جدع انت، أنا هأجل لكم القضية لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الكف. قعدت اصوت واصرخ واخربش واعد فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب